اكسموها لك اكسموها. لا لا الحمد لله محمد نير نير الحمد لله نير نير السلام عليكم. خير عليكم مبارك الله فيكم ودرتوا لنا هذه المبادرة. ربي يزين عقدكم والله يفتح عليكم والله يزين عقدكم الله يكرم امثالكم. ونقول للناس فاني هذو اللي زينوا فاني كاع كل شيء البركة عليهم والله يطول عمرهم الذراري فاني لا يطول في عمرهم والله يزين عقدكم بارك الله فيكم. السلام عليكم. نشكركم على هذه المبادرة تاع ختان أولاد مستشفى الصحي بمدينة هنا. المهم كل شيء مبروك على الأولاد إن شاء الله ربي يحفظهم إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. كل سنة بمناسبة شهر رمضان هناك حملات ختان والسنة كباقي السنوات هذه حملة ختان مسطرة على مستوى مؤسسة بناء لفائدة الساكنة في المنطقة وهي مقسمة على ست جراحين كل يوم من نصف رمضان إلى 27 من رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تنفيذا للتعليم الوزارية وأقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظمت المؤسسة العمومية الاستشفائية مزونة لولاية غير جزان أيام اختتان على مستوى المؤسسة في وسط الاستشفائي حيث سخرت كل الوسائل المادية والبشرية منها أربعة جراحين عامين وجراحي أطفال وشفة طبيين لتغطية هذا الحدث حيث شهدت العملية إقبال كبير من قبل ساكنة المنطقة حيث بلغت يوميا 20 طفل وستتم العملية إلى غاية يوم 27 من رمضان إن شاء الله مناسبة بليلة القدر. وبلغت العملية إلى يومنا هذا 240 أكثر من 240 طفل وستبقى العملية قائمة إلى أواخر هذا الشهر. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.